ممثلة كبيرة ووزيرة الثقافة سابقاً أعطت الكثير لمهرجان مراكش، لذا يسعدنا الليلة أن نستضيفها في إطار هذا التكريم. إنها السيدة ثريا جبران. لا يمكن أن تحتفي جهة أو أحد بمحمد البسطاوي ولا أكون حاضرة. شكراً إذن لأخي وصديقي الأعز الفنان محمد البسطاوي، فمحبتي لك لا ضفاف لها بحجم كل ما مثلناه معاً من أعمال وما نمثله الآن. فدم لإخوانك كما كنت، لا تتغير، ابقى هكذا. السيد محمد البسطاوي.
شكرا 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 جزيلا. الله الله. الله يحفظكم، الله يحفظكم ويحفظ هذه البلاد. إنه لشرف عظيم أن أقف أمامكم في هذه اللحظة وأن أحظى بهذه الالتفاتة من مهرجان دولي له مكانة خاصة ومتميزة في قلوب سينمائيين مغاربة وأجانب. أتمنى أن أكون في مستوى هذه الالتفاتة النبيلة وفي مستوى هذا الاستقبال وهذه الحفاوة. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. على هذه اللحظات الجميلة نودعكم مشاهدينا الكرام ونقول لكم مهرجانا سعيدا. Bonsoir à tous et bon festival.